أنا أصدرت قرار بأن يخصص في حين استلام مستشفى جابر للكويتيين وليس انتقاصا لغير الكويتيين، لأن الخدمة الصحية سوف تقدم للجميع سكان أهل الكويت في أي مراكزها الصحية، لكن مستشفى جابر سوف يكون إن شاء الله للكويتيين. تصريح حرك الساكن في مواقع التواصل الاجتماعي واحتل المرتبة الأولى للتغريدات في الكويت. القرار قوبل بتباين بين الشارع الكويتي، ما بين من يراه عنصريا وآخرون يرونه خطوة صحيحة في اتجاه تطوير الرعاية الصحية في البلاد. العبيدي أكد خلال لقاء تلفزيوني أن القرار لا يعني انتقاصا لغير الكويتيين، بل أنه سيتم تخصيص 3 مستشفيات للضمان الصحي للوافدين، وتخضع هذه المراكز لأحدث الطرازات الطبية التي توصي بها منظمات الصحة العالمية. العنصرية وين تي إذا أنت ما قدمتي له العلاج؟ أو العنصرية وين تي إذا أنت مثلا ما أعطيتي الدواء المناسب له؟ لكن إذا أنت تعطينا العلاج والدواء والأطباء فماكو في تمييز أبدا بأن يكون هناك علاج للكويت وغير الكويت. مستشفيات الضمان الصحي اللي هي تابعة لهيئة أمن الاستثمار راح تغطي الوافدين بمقدار 180 مليون و800 وافد خلال إن شاء الله السنوات القادمة، فراح يبنى لهم مستشفيات خاصة فيهم أيضا في 3 مناطق سكنية أو 3 مناطق بالدولة. الرأي العام في مواقع التواصل يرى أن هذا القرار لا يحمل تمييزا ضد أحد، لكنه بمثابة خطوة لمواكبة دول أخرى بالمنطقة خصصت مستشفيات لمواطنيها لرفع المستوى الصحي. وما بين مؤيد ومعارض تسير وزارة الصحة في إجراءاتها نحو تخصيصها للمواطنين، لتبقى التجربة العملية هي الحكم والفيصل. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.